السلام عليكم متابعي قناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى دائما انكم تكونوا كلكم في احوال جيده. كي دايرين مع هذا البرد؟ كي دايرين مع هذا الكزل؟ يا ربي ترحمنا، يا ربي ترحمنا وصافي. كل شيء ولا مريض، كل شيء ولا مكمد، ما يا ربي ترحمنا بشي شتي وصافي. المهم الفيديو ديال اليوم تحت طلب العديد من المتابعات، يعني قالوا لي انني ندير لهم يعني جوله في ايكيا، واخا بزاف ديال اليوتيوبرز دايرينها فكانوا كيطلبوها مني، ما بغيتش سورتو انايا يعني كنت غنمشي ليها على حساب دوك لي زاكسيسوار ديال الحمام، والحمام باقي ما درت فيهم والو. فكيف ما كتشوفوا معايا يعني باقي دايرين التخفيضات، كنظن غيبقاو حتى الاخر ديال الشهر باقي دايرين يعني التخفيضات في ايكيا. اول حاجه عجبتني ملي دخلنا هي هاد البوله هادي اللي من 749 درهم ردوها ب 599 درهم. كتحمقني هاد البوله انايا، كي قلت لكم كتحل وكتسد، يعني بغيتوها تبقى مكوره تجي سامبل، بغيتو تحلوها كتعطي داك الديزاين، يعني فيها جوج ديال الشكيلات. كاين ثاني ايضا هاد الموبل هذا اللي بردوه ب 700 درهم، من 899 ردوه ب 700 درهم، كيجي غزال هكا في القنيتات. الا بغيتي ديروا فيه الكريستال، بغيتي ديروا فيه يعني المعنات، بغيتي ديروا فيه لي ديكوراسيون، كيجي زوين. ايضا هاد الطبيله هادي اللي دايره 90 درهم زوينه، كاينه في عده الوان، كتقدروا تحطوها مثلا في شي سيجور صغير، كتقدروا تحطوها في القنت ديال دو فوتوي. كاين ايضا هاد المخدات ديكوراتيف كيف ما كتشوفوا معايا فلوري، كيكون فيهم هاد الورود كيف ما كتشوفوا، كيجيو زوين في شي صالون اللي كيكون هكا يعني بحال غنقولوا مطفي، يعني كيجي الشكل ديالهم غزال. دايرين ليهم 69 درهم، من 89 درهم ردوهم 69 درهم، يعني كيعطي واحد لا فيفاسيتي لداك الصالون، خصوصا ملي تيكون لون واحد. ايضا بغيت نوريكم انها هاد الطابيات هادو اللي ماشي ارتيفيسيال ديال بصح، يعني دي فغي، كنظن دايرين شي 499 درهم، نقصوا منهم يعني في الثمن 499 درهم. كاين ثاني هاد لي طابل باس هادو كيف ما كتشوفوا معايا، كاينه ديال هادي ب 2395 درهم، يعني كتزاد وكتصغر، كتكبر وكتصغر، كاين هاد الشكل هذا حتى هو انتما كيف ما كتشوفوا معايا، كتزاد هكا في الطول وكتعاود صغار، يعني عندهم جايبين واحد الشكيله ديال لي طابل باس، كل مره كيحطوا حاجه في شكل. واللي عجبتني هي هاد الهميزه هادي، اون طابل باس كيف ما كتشوفوا معايا كبيره، فيها الفوق والتحت وفيها واحد لو تيغوار، واحد المجر، وفي هذيك البلاصه كيف ما كتشوفوا معايا ديال لا ديكوراسيون، فيها اربعه ديال البليسات، وفي كتقدروا ديروا فيها مثلا اي ديكوراسيون عندكم. مره دايرين لكم واحد الموديل تما ديال دوك الورود الجافه اللي فيهم الريحه، بهذوك لي بول تيكونوا بحال ديال العود، مشكل زوين وكبيره، تجي في ان صالون اما ماروكان اما في واحد لو صالون اللي هو مودرن، والثمن ديالها 2000 درهم. عجبتني ايضا هذيك المارون، عجبتني ايضا هذيك اللي تتكون بحال متقبه شويه. المهم عندهم موديلات واعرين، انا كنمشي دائما للعود، يعني العود كنحمق عليه بلي طاناتوريل ديالو، يعني العود باللون الطبيعي ديالو كيعجبني بزاف. كاين ثاني هادو جوج طبيلات كتجي وحده تحت من وحده ب 1250 على 1250 درهم. الديزاين ديالهم زوين، كاين ثلاثه اللوينات في اللون ديال العود، في الابيض وفي الاسود. كاين ثاني ايضا هادو حتى هما كاينين في اربعه ديال اللوينات كيف ما كتشوفوا معايا، وهذيك اللي مليها كبيره هي الكبيره فيهم، يعني كاين احجام ديالهم مختلفه. واللي عجبني فيهم داك الموديل ديال انهم فيهم الرويد، فيهم بحال الرويد من التحت كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ساهلين. الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا راح كيكون الدور 499 درهم، فوالا 499 درهم. المهم انا ما بغيتش نكثر، يعني نشد لكم يعني كلشي داكشي اللي كاين، كنشد لكم غير بعض لي زارتيكل اللي انا كيثيروا الانتباه ديالي، كيعجبوني يعني بحال غنقولوا على الذوق ديالي. كاين ايضا هاد الشكيلات هادو اللي على شكل ورقه كيحمقوني هادو انايا، ودين فيهم تخفيض، هادي ب 945 درهم. المهم هنا غنركز لكم بزاف على هاد لي طابل باس، كنركز لكم على حوايج طلبوا مني بزاف لي سالا مونجي. هنا كاين هاد لي كوسان ب 25 درهم ديكوراتيف زوينين. المهم لي طابل باس، لي سالا مونجي، ولي موبل ديال لي شوسيغ، يعني دوك لي موبل ديال الصبابط هما اللي غنركز لكم على هادشي بزاف بزاف. واللي بانوا لي بحال هكا كيف ما غتشوفوا معايا شي هميزات راه غتلقاهم يعني في هاد الفيديو هذا عفوا، يعني اي حاجه اللي مخفضين لها الثمن. بالنسبه لي سالا مونجي كاينه هادي ب 979 درهم بلا شاز ديالها، هادي كنت وريتها لكم في فيديوهات سابقه. كاينه هادي ب 695 درهم، غير هادي بوحدها، وانتوما كديروا لها لاشاز بحال دابا هذاك لاشاز دايرين معاها دابا تما ب 399 بحال 400 درهم. كاينين هادو هادو اللي كيحمقوني 895 درهم، عود ماشي افي بوا، عود هي عود غزاله، والكرسي ب 600 درهم.
ولكن راه كاينين بزاف الكراسات تقدروا تاخذوا ما يعني كتاخذوا يعني كراسه اللي كيجيو معاها وكتماتشيوهم مع ديك لاصالا مونجي، ماشي بالضروره ديروا داك الكرسي اللي حاطين معاها هما. المهم غنوريكم الشكيلات اللي كاينين، كاين شكيلات اللي دائريين اللي مربعين اللي طوال، كاين بحال هادو اللي كيعرضوا كيكبروا كيصغروا فوالا، كاين هاد الشكل عاوتاني حتى هما، هادو تيكونوا شويه طالعين في الثمن بحال دابا هذا ب 2250 درهم، حتى هي كتكبر وكتصغر، يعني ملي تيكون عندك الناس كثار في الدار وهكا كتكبريها، ملي كيكونوا غير الناس جوج الناس ولا ثلاثه ولا اربعه الناس كترديها هكا كاريه عاديه. والكراسه كيف ما قلت لكم كاين واحد لو شوا كبير كيف ما كتشوفوا معايا ديال الكراسه، وانتم كتماتشيو يعني كتاخذوا مثلا لا طابلو وكديروا مع الكراسه اللي بغيتوا. انا هذه حمقاتني هاد لا بروموسيون، هادي اون شيز بربعه ديال الكراسه ديال العود كما كتشوفوا معايا، ستيل ديالهم زوين، كتقدروا تخليهم هكا ولا ديروا فوق منهم دوك اللي كيجلسوا ديك دوك ديك بحال الثوب كديروهم فوق منها. وكيف ما كتشوفوا الثمن 2395 درهم طابل اي 4 شيز، 2395 درهم غزاله. فوالا انا كنشد لكم، يعني راه كاين واحد التشكيله كثيره حيت البلاصه اللي كنبغي بعض المرات نصور تيكون واقفين فيها الناس، يعني كنحاول اني ما نشدش معايا هنا الناس. كاين هذه حتى هي عجبتني ب 2895 درهم كيف ما كتشوفوا، اللي عجبني الشكل ديالها بحال دابا الناس اللي تيكون عندهم تكون عندهم شويه الضيق كديروا الطبله وديرين تما لتحت بحال الطابوغي. فوالا الطابوغي حتى هو غير هما هنا كل حاجه والثمن ديالها. بحال دابا هاد الطابوغي داير 1195، والكراسه كي قلت لكم كتقدروا تاخذوا هاد الكراسه اللي حاطين معاها ولا كراسه اخرين. هنا بغيت نوريكم واحد الشكل عجبني بزاف بزاف بزاف، شوفوا لا كويزين مودرن، شوفوا معايا الفريري اللي حاطين رائع، واحد لو ميكس خطير زعما هادو راه خبيزات زعما، وديك الوصله ديال الخبز وداك الشيء بحال داك الشيء ديال تيفولي بحال هذوك هذاك كل في الفرارن التقليديين. لا كويزين يعني لا كويزين مودرن يعني الكوزينه عصريه، ودين فيها هذاك الفران هكاك بواحد الشكل تقليدي، عرفتي عطى واحد عطى واحد الشكل رائع. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ حتى انا دي زيدي، عندي انا واحد البالكون بحال هذا عندي في الكوزينه، وكنشوف يعني الطريقه ديال لي رونجمون كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كتقدروا تاخذوا هذا الموبل هذا وكتستغلوا يعني المساحه من الفوق حتى للتحت، يعني كتستغلوا الطول سورتو ملي يكون عندي بحال دابا انا بحال هكا عندي البالكون في الكوزينه فيه غير الطول. فوالا كيف ما كتشوفوا شوفوا شحال كيهز هنايا، هنا لاسبيراتور، انا لاسبيراتور حاطاه غير في الحمام، هنايا تقدر دير بلاصه لاسبيراتور، بلاصه البوبيل، داك هذاك الباجاج كله اللي كيكون عندك تقدر تست فيه، يعني كناخذ حتى انا افكار. كاينه هذه ديال العطريه ب 23 درهم، هبطوا ليها الثمن من 29 درهم 23 درهم، باكي فيه اربعه. كاينه هذه كوزينه احلامي، انايا شخصيا هذه هي لا كويزين ديال الاحلام ديالي انايا، يا ربي تسهل ان شاء الله من بعد ندير بحال هاد الكوزينه باذن الله، اللهم يسر. مهم كتبقى واحد ليدي، انا بحال هكا بغيت الكوزينه، كنتخيل الكوزينه ديالي بغيتها بحال هكا عود، يعني يكون لو تيم ديالها عود ويكون هاد العود هكا يعني طبيعي، ما فيرنيش يعني ما كيكونش مصبوغ، تيكون بحال هكا في ليطا ناتوريل ديالو. مهم بحال هذا هو الشكل اللي بغيت فيه انا الكوزينه، روعه وصافي. المهم اللي متفقه معايا واللي عندها نفس لوغو ديالي تكتبها لي في التعاليق. بغيت نوريكم هذه شحال زوينه، هذوك لي رونجمون الصغار ديال 5 دراهم وشي حاجه بحال قولوا 6 دراهم كتاخذوهم، وزوينين باش كيعجبوني تقدروا ديرهم في لي شومبر ديال الوليدات، يديروا فيهم الرونجمون، كتشريو لهم غير ديك العصا. هاد العصا كيف ما كتشوفوا معايا كدير 17 درهم، كتشريو ديك العصا كتلصقوها وكتاخذوا هذوك لي رونجمون ب 5 دراهم الوحده ولا 6 دراهم، راك شفتوا الثمن 5 دراهم وشي حاجه. فوالا كتحطوا فوق فيهم الالوان، تحطوا فيهم داكشي ديال مثلا في الكوزينه داكشي باش كتغسلوا الماعن، تقدروا تحطوهم في الحمام داكشي ديال الحمام. مهم يعني كتنفع بزاف، انا عندي بحالهم ثلاثه حطاهم في الكوزينه كندير فيهم داكشي ديال الكوزينه غزالين. وهنا لي زيتاجير كيف ما كتشوفوا معايا هما هادو اللي الفوق، هما هادو دوك لي زيتاجير دايرين الثمن ديالهم 49 درهم، يعني زوين ملي كتبقاو تقلبوا هنايا كتلقاو ميزات زوينين. هنا لقيت هاد لا كومود هادي فنه فنه ب 900 درهم اللي بغات اون كومود اللي زوينه، انا هادي خديتها في السولد منياتو ب 1500 درهم، كاينه في اللون الاسود اللون الماغون مغلوق واللون الماغون مفتوح، فيها خمسه فيها اربعه ديال لي تيغوار رائعه. المهم انا خديتها ب 1500 درهم منياتو سولدي، دابا هنايا عندهم سولدي ب 900 درهم. كاين هاد لي تيغوار هذا بالنسبه للوليدات ب 349 درهم، يجي زوين في لي شومبغ كوشي ديال الوليدات ولا في الحمامات زوين يعني كارونجمون.
كيف ما كتشوفوا معايا جايبين هذاك الشيء ديال يعني ديال هكا ديال لي كوموند بزاف بزاف، عندهم اشكال كثيره. انا كنوريكم غير ديك الحويجات اللي عجبوني انايا والشكيلات اللي عجبوني. هذا تا واحد الكود كور حمقني، ولكن ما عنديش انا فين نديرو. باللون الابيض الثمن ديالو 999 درهم، يعني 1000 درهم. تيغوار الفوقاني كيجي بحال شفاف، والثلاثه الاخرين كيجيو عاديين. كاين الصغير ديالو وكاين الكبير ديالو كيف ما كتشوفوا. الكبير داير 1295 درهم. المهم غزالين رائعين، الناس اللي عندهم دي شومبرا كوشي في اللون الابيض ياخذوا هادو بعينهم مغمضين، رائعين رائعين. المهم انا كنحاول يعني نوريكم الشكيلات اللي كاينين عندهم. هنا كاين بحال البيفي، هذا كيسيباريو به بعض المرات الناس مثلا صالون تقليدي مع صالون عصري، وما عندهمش مثلا حيط ولا مثلا ميغبا ولا شي حاجه، كيقدروا يسيباريو بهاد لا كومود هادي اللي بهاد البلد البيفي. هذا كيجي غزال، كيجي رائع. انا كنعقل واحد هذا ما عرفتش الثمن ديالو ما لقيتوش، ممكن عقل واحد السيده من العائله كانت بغاتو خداتو بشي صوبتو بشي 20000 درهم، الا ما خدت كتب 20000 درهم. المهم انا كنوريكم الشكيلات اللي كاينين. شوفوا معايا الالوان، الاورانج، الصفر، الموطارد، جميع الالوان عندهم. المهم داكشي غزال ورائع. ثاني هنايا واحد الكود كور حتى هي، ثمن مناسب جدا. هاد لا طابل ديال شومبرا كوشي اللي كتكون فيها المرايه، فيها جوج ديال لي تيغوار، فيها واحد تيغوار كيكون الوسط بحال كيف ما كتشوفوا، الفوق ديال الزاج، الفوق ديال الزاج يعني ساهل في التنظيف وفي المسح، ديري فوق من داكشي ديال الماكياج وداكشي. المهم الثمن ديالها 1500 درهم، غزاله روعه 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 روعه. فوالا، المهم اللي بغات تبدل بيت النعاس اللي الله كتجهز يعني كتفرش دارها، فهادي زوينه بزاف. بغيت نوريكم ايضا هادوك ديال لي مبل ديال الصبابط. فوالا لي مبل ديال الصبابط غادي نبداو بهادو اللي ب 400 درهم، 399 درهم. بزاف ديال المتابعات قالوا لي ما تمشي لايكيا صوريهم لينا، فانا كنحاول نركز على داكشي اللي بغاو البنات. كاين هادو كي قلت لكم فيهم جوج ديال البليصات، كاين ثاني هاد الشكل هذا ب 599 درهم، فيه ثلاثه ديال البليصات حتى هو. وكيف ما كتشوفوا معايا العرض ديالهم ما فيهمش العرض بزاف، يعني ما كياخذوش المساحه. كاين هادو ب 1895 درهم ولا 85. انا هادو اللي عجبوني هادو اللي فيهم ربعه صغيورين ب 1350 درهم. فوالا 1350 درهم كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم واحد العرض صغيور يعني ما كيجوش ياخذ واخدين المساحه، وفيهم ربعه البلايص ديال الرونجمون بالنسبه للسبيطات. كاين في اللون الاسود واللون الابيض، كاين هاد الديزاينات ما غنحل لكم هادي باش تشوفوا معايا. يعني لا كاباسيتي يعني تحطوها غير 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 حدا الباب يعني كتسهل لكم الصبيطات اللي كتلبسوا. فوالا يعني ماشي جميع الصبابط، غير الصبيطات اللي كتلبسوا يعني فهاديك الوقيته اللي كتكونوا يعني بحال هكا مثلا تقدر تسع عليكم 10 صبيبطات على الغالب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد الشكل هذا حتى هو في اللون الابيض والاسود. كاين هذا عجبني حتى هو، انيق بزاف، فيه تيغواغ الفوق بالنسبه للفنيتات بالنسبه للسويرتات، والتحت تقدروا ديروا فيها كيف ما كتشوفوا معايا الصبابط، وراه كيهز. فوالا فيه جوج بلايص كبار. المهم راه عندهم تشكيله كي قلت لكم كبيره، والاثمنه كتبقى يعني متفاوته، كاين من الرخيص حتى الغالي. وهذه هي اللي حمقاتني حتى هي، عجبتني بزاف بزاف، خصوصا الشكل ديالها والثمن ديالها ب 299 درهم. فيها جوج ديال البليصات ديال الرونجمون، هذه باش عجبتني وكتعلق في الحيط، هي اللي باش عجبتني بزاف. بغيتي تعلقيها في الحيط بغيتي تحطيها، ولكن في الغالب كتعلق في الحيط. هذه ما كتاخذش المساحه، فيها جوج بلايص فين تحطوا الصبابط، واللي زوين فيها انك تقدري ديريها حتى في الكوزينه، حتى في البيوت ديال الوليدات، تقدري تجمعي فيها لي جوي، تقدري تجمعي فيها الكتوبه، الوراق، ستيلوات، كلشي. 299 درهم، غزاله وسهله التنظيف، حين ديك لا ماتيغ ديالها بحال البلاستيك، ماشي خشاب ولا ام دي اف، ديال بحال واحد البلاستيك تخيطي قاصح ورائع. المهم هذه كنصحكم بها، يعني كنفكر انا من بعد ناخذها ونديرها في لا شومبر ديال الوليدات، نجمع فيها كاع داك الباكاج ديالهم، داكشي ديال الوراق والمقوسه وداكشي اللي كيتجلى ليهم لي بوكس منافعين. شوف هذه كتخشي فيها داكشي وكتسديها. هنا بغيت نوريكم بلاصه ديال اللعب، الناس اللي كيبغيو ياخذوا لوليداتهم اللعب اللي كتكون كنقولوا انستركتيف، يعني لعاب اللي كيلعبوا بها وكينميو الذكاء ديالهم، زوينين عندهم هادشي ديالهم، غير ما تيكونوا شويه غاليين. كاين هذه ديال
ديال الحياكه كيفاش كنقولوا دوك الناس اللي كيصاوبوا داكشي ديال الزرابي التقليديين بحال هكا يعني فيها دوك الطريفات ديال الثوب وكيصاوبوا بها دوك بحال دوك الزرابي التقليديين. المهم واحد لاباغاي ديال التيساج ديال الحياكه كاين كاين هذا الشيء ديال السباغه، كاين داكشي ديال البريكولاج ديال الميكانيسيان، وكاين داك بالنسبه للبنيتات راه هي اللي بانت في الاول داكشي ديال لي بيجو، المهم داكشي غزال. هنا كاين اصلا ايضا هاد المرايات هادو كيف ما كتشوفوا معايا كتقدروا ديروهم يعني اما ديكادر فوتو ولا تخليهم مرايات في عده الوان. كاين ايضا هاد الكراسه هادو ديال ايكيا غزالين، نزلوا لهم الثمن من 29 درهم ل 15 درهم، زوينين خديت منهم. كاين ايضا هاد لي كادر ثاني في الذهبي غزالين، الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا 349 درهم، الاخرين كنظن غير ب 300 درهم، هادو ب 349 درهم زايدين 50 درهم. كاين ايضا هاد الديكورات هادو كيف ما كتشوفوا معايا ب 29 درهم ديال لي ميغوار في النواغ بلون، تيجيو زوينين بالنسبه لا ديكوراسيون. المهم راه ما كملتش لكم كلشي لان مالوغوزمون ما تقديتش بزاف، تقديت غير شي حاجه قليله. عيطوا لي من المدرسه ديال ولدي قالوا لي راه طلعت لك السخانه خصكم تجيو تديوه، ومشينا يعني ما كملت لا انا التقضيه وما كملتش لكم الجوله. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم تكونوا استفدتوا منه. غادي نقول لكم بالسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. Try.